أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من شرب الخمر ثم تاب منها هل يشربها في الجنة؟ والله الوعيد جاء في أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ولعله في الذي لم يتب. أما الذي تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب من الكفر والشرك تاب الله عليه، فكيف بالتوبة من الخمر؟ إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. نعم.